نشرب نسوان بالعربي حليب زي السنومان. فرح مصدر جاب لي خبر ناوليني توب ده نقوم نقرا نشرب نسوان والموقف بان اخبار وشمال موضة وكيبان تغبري قلبي كرمال هلويش هذا شنو كمان نجي البردي نشربنا الان نشرب نسوان بالعربي حليب زي السنومان. كانت معكم شيالة الحال سجمل ميكبتي يا زمنان نشربنا الآن نشرب نسوان بالعربي حليب زي السنومان. أوكي أهلا ومرحبا بكم في نشرة نسوان لهذه الليلة وفيها بعض الفاصل. نشرة نسوان ساعدوني عليك الله كرامة لله حق الفطور إن شاء الله جنيه إن شاء الله خزمية عليك الله نجيبي طعمية نجيبي عيشة تبريني تبر قلبي مشان الله دخيلك خيو يا ولدي كرامة يا ولدي كرامة أختك من الصباح ما أكلت كرامة يا ولدي جنيه بس يا ولدي جنيه جنيه يا ولدي لله يا محسنين أولادي صغار جعانين أبوهم شرط هاي بسم الله فات خلاهم عليك الله يا حلقة مدتني 5 جنيه أسمعي يا سمحة عليك الله بس حبك يتحقق اللبن إن شاء الله تعال يا سامح الله يعرس لك البيت اللي بتحبها تعال في وحدات لو شفتوهم تجربوا تتدينوا منهم زي اللي لقيت سهى ولقيتها بتحسب في القروش صمت من الدكان دسينا الكاميرا بعيد وسهى مشت تستطلع معاها وقالت ليها ان احنا تبع الاذاعه أرحكم عليها ماما دينا سعاد وهي بتحسب في مبلغ مالي طبعا هي واحدة من المتسولات ما شاء الله يا سعاد الليل عملت كم؟ والله يا بنت انا الليل الشغل كعب السوق ما يدعبيني كده يعني عملت كم؟ صدق لي ساعتين 150 يوم ساعتين دور اليوم كله بقى 150 يعني 150 في 30 1 تاخدت الاثنين في 4 مليون ونص في الشهر يا اخي انت بتشيل اكتر من مرتب يا اخي انجلينا يا غلاه انجلينا معلش وفي انواع متعدده زي دي يا اخت اتفضلي كبري قلبي كبريني تسلمي لي حبيبتي ربنا يعطيك كمان وكمان اللهم امين من وين انت يا اخت انا نسير يا جريحه لا حول الله اهلك وناسك وبلدك بس ما قلت لي من سوريا من وين من وين في سوريا من بيروت من بيروت كده دقيقة بيروت ما في سوريا في لبنان هاي مثل خال هاي اللي قال راسك شنو مالين من سوريا ولا من بيروت مع كلهم دول اختراب يعني في شنو بعدين انا سريحة من صغيرة اسوي سوريا ولا اسوي خواجة ملكم علي الغامة قلبت وفي نوع ما بيطلعوا الشارع وفلسفوا الشحدة وهم بنات أسر زي دي ألو أيوة يا أيمن كيفك تمام؟ اسمعني عليك الله عايز لي 20 جنيه ضروري ضروري كده نشوف هشام ده خفيف ولفيف أمسكي له بس بيرجع ألا كيفك يا هشومي؟ تمام؟ الحمد لله عليك الله حول لي 20 جنيه دير فاعل الخدمة للوقت وليس فلسة شديدة شديدة خالص شنو؟ 50 جنيه؟ يا سلام يا كلك زوج ما بتقصر يلا باي نتلاقي في الواتس تشاو كده نشوف خالد يا ربي
خلودي. ألو خلودي. لكن يا ندى ورتينا طفى النور منه. اتنكر السحفي زي مسولة ودخلت في نصهن، لكن حصلت حاجة غريبة. أرحكونا نشوف الحصل شنو. نشرة نسوان. الله يديك. الشغله دي ما هينا، انا اللي كنت هاخد علقه ما هنساها عمري كله. في واحد اجر اشوف على الصغار زي ديل. وعندنا عرض من الاصابع بتخفيضات هائله بمناسبه دخول العيد. السعر 20 جنيه لعمر شهر و50 جنيه لعمر شهرين، والمفاجأة الكبرى يوجد لدينا توأم ينفح كإكسسوار للشحدة قدام الاستوبات بتخفيضات 50%، يعني تشيل التوأم بسعر رضيع واحد. القناة غير مسؤولة عن أي حاجة تحصل للأطفال ديل. المرأة هسي بقت قادرة على العمل، ممكن تشتغل وتربي، والمشاريع كثيرة. في مليون طريقة ممكن تكسبن بيها قروش من دون ما تسولن وتمدن يدك للناس. معانا في الاستديو الطفلة مي، وهي بتعمل مسولة في الاسطبة جنب الشارع ده. ليه يا مي بتشحدي؟ نحن أساسا أسرة متسولة، وأنا وأخواني وأخواتي كلنا دي شغلتنا. كما جبنا إيراد كويس بالدقة، ونحن في اليوم لازم ندخل البيت 2 مليون. كم؟ 2 مليون. زي ما كتير. طفلة اتحرمت من حقها في التعليم وأجبرت على إنه تعمل مسولة. نشرة نسوان. يا ربك يوم حيكون كيف. نشوف النشرة الجوية وحالة الطقس اليوم. جماعة لأن نسوة اختطفت على التسويلات وأرسل لنا الفيديو التالي. نعلن عن مسؤوليتنا التامة. نرفض تماما بعد انتشار ظاهرة الخطوبات المفتوحة. قررنا الآتي. ندخلكم في معاهد للتدريب عشان تتعلم الليك الشغله بدل ما تسرحن بالشوارع. والله قال بيقولكن، والله يقدركن. اشوف لي واحده قاعده ليها جم جامع ولا واقفه لها في اسطب. حنعمل لكم مشاريع وندخل شفاحكم المدرسه عشان يتعلموا ويبقوا لكم دكاتره يعالجوكم ينفعوكم وينفعوا البلد. لا النسوه، لا النسوه، لا النسوه، لا النسوه، لا النسوه، لا النسوه. منتهي. النسوان في ايدي، ممكن يعملن اي حاجه. يسون الفسيخ ويودن الدكان، والبسكويت والبيض والكسره والشاي والاكل. ابقى النسوان منتجات وما تمدن ايدك للغاشي والماشي. انتهت نشرتنا لهذه الليله، وربنا يدينا ويديكم من نعيمه. في امان الله.
الآن نشرة نسوان بالعربي حرير زي سنومان. خبر عاجل فور دمي. أطلعي فاصل يا بنت أمي. نشرتنا الآن نشرة نسوان بالعربي حرير زي سنومان. صرح لي خبر ناوليني الطب ده نقوم نقرا. نشرة نسوان والموقف نشرتنا الآن نشرة نسوان بالعربي حرير زي سنومان. كانت معكم شيالة الحالسة جميل ميك اب يا زمنان. نشرتنا الآن نشرة نسوان.